فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لبس جوربا على طهارة ثم أحدث ثم لبس جوربا ثانية، هل الحكم للأول؟ يقصدون أنه يخلع الثاني. إذا مسح على الأول ولبس عليه الثاني الحكم للأسفل، لأنه بدأ المسح عليه. وأما إذا أحدث ولم يمسح ولبس فالحكم للأعلى. ومن لبس خفا على خف قبل الحدث، يقولون إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم، يعني إذا انتقض وضوءه ثم لبس خفا فوق خفه فإن الحكم للتحتاني، لأنه بعد وجوب المسح. نعم، أما لو لبسه قبل الحدث الحكم للفوقاني. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.